بس بس سامة عايز أرجوكي سامي عشان خاطري سيبني دلوقتي لا مش هسيبك عشان خاطري أرجوك يا سامي الناس هم ممكن هيزعلوا شوية هيقولوا كلام يضايق ممكن كمان يهاجموك ممكن يعملوا أكتر من كده لكن لازم نبقى مع بعض احنا اتجوزنا واللي احنا عملناه ده هو الصح لو رفضهم دلوقتي نار صدقيني هيخمد صدقيني ما تخافيش احنا متجوزين على سنة الله ورسوله قوم دلوقتي قوم ليه كده ليه كده امال ديما فين انا كنت فاكراها مع حضرتك لا ديما فين يا سما ما اعرفش طب اطلع عشان عايز اتكلم معاكوا فوق وليه مش هنا الطريقة اللي بتتكلمي بيها دي يا سما ماما عايزة أسألك سؤال هو أنا لو عندي شركة لازم يكون في علاقة بيني وبين السكرتير بتاعي انت بنت قلة الأدب أيوة أنا قلة الأدب وما تربتش معاكي في كل ده بس أنا عايزة تفسيري حالا اللي أنا شفته النهاردة انتوا فهمتوا غلط طب ما تفهمينا يا ماما إيه اللي بيحصل إيه اللي بينك وبين سامي بالظبط اتجوزت ايه؟ ايه؟ اتجوزت السكرتير بتاعك؟ هو ده بجد؟ اللي انا بسمعه ده بجد؟ معقول؟ تاني يا ماما؟ الهالة بتتجوز السواق بتاعها؟ الاميرة بتتجوز ابن الجنايني؟ تاني يا رماس هانم؟ البرنسيس بتتجوز الخدام بتاعها اللي بيقلعها الجزمة ويلبسها لها؟ لا يا سما سامي مش كده قولي لنا سامي ده ايه قولي سامي ده ايه يمكن يكون باشا واحنا مش واخدين بالنا او يمكن يكون خد وسام الشرف لا 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 اكيد الملك منع عليه بالبهويه والبشويه مش كده برضو لا 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 انا افتكرت ده جده باشا كبير وعنده اطيان وحتى بيروح العزبه بتاعته بالذهبيه مش كده برضو؟ عارفة إيمان؟ لو حللنا دم سامي ده هيطلع إيه؟ هيطلع دم صافي مش مخلط دم ملكي قولي لنا سامي ده هيطلع إيه؟ هو إيه اللي بيحصل؟ أنا بجد مش فاهمة حاجة هو أنت ليه عملت كده؟ بابا تبقى أنت مش عاجباه يروح يتجوز واحدة يجيبها لنا من الشارع وبعد ما يموت أنت تتجوزي السكرتير بتاعه؟ اللي كان بيمشي ورانا يجري لنا الشنط اللي كان بيفضل واقف في النادي لغايه ما نقول له اقعد انت ازاي تعملي كده وليه ما تستغربيش يا ايمان عادي خالص يعني الست من حقها تتجوز واحنا كمان من حقنا نتجوز اقول لك احلى حاجه حصلت في الموضوع ده ايه ان انا هتجوز سلامه واجيب وعيش هنا في السرايا معانا وانت كمان تقدري تتجوزي يوسف اللي ملوش اصل ولا عيله ولا اي حاجه وتجيبيه يعيش معانا هنا انت كمان في السرايا ويا ترى لبستي فستان ابيض ولا لا يا ماما بقول لك ايه يا سما البيت ده بيتنا واحنا مش هنمشي منه واللي مش عاجبه هو يعيش في اي حته تانيه انت صحيح اتجوزتي سامي يا رماس هانم؟ لو سمحتي انا عاوزه اتكلم معاكي عايزه ايه نبيله؟ انا عايزه افهم ايوه اتجوزته عيب ولا حرام؟ لا لا عيب ولا حرام
من حقك، بس سامي بعد كمال بيه يبقى سامي ازاي؟ اسمه سامي بيه، وماله؟ في ايه بقى سامي بيه؟ طول الوقت اللي فات والعمر اللي مضى، هو انا شايفه ريماس هاني مسللت العائلات والبشوات، وشايفه معاناتك مع كمال بيه، وانت بتحاولي تخليه يتصرف زيك. شفتك وانت بتعلميه ازاي ياكل، بتعلميه ازاي يلبس، شفتك وانت متضايقه من تصرفاته ومن سلوكه ومن رد فعله اللي مش زيك. شفتك وانت بتحاولي تقنعيه انك تجيبي له ناس يعلموه السياسه ويعلموه المزيكا ويعلموه الاتيكيت، وهو كان بيرفض. عندك حاجه تانيه عايزه تقوليها؟ عايزه اقول انك هتعيشي نفس المعاناه مره تانيه، هو ده بس اللي انا عايزه اقوله. لا طبعا مش صح، اكيد لا. سامي حاجه غير كمال خالص. سامي طموح وبيفهم وعايز يغير حياته ويكبر ويبقى من كبار رجال الاعمال. سامي فاهم شغلي كويس جدا، وبيساعدني في كل حاجه، وبيخاف عليا وعلى فلوسي وعلى حياتي وبناتي. لا سامي حاجه وكمال حاجه تانية خالص. البنات مصدومين. عارفه معلش، فتره وهتعدي. انت فاكره انهم مصدومين عشان انت اتجوزتي؟ امال عشان ايه؟ مصدومين انك اتجوزتي بعد وفاه ابوهم على طول وجبت لهم جوز ام، حاسين انك خنتي ابوهم. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا بقول لك اللي بيفكروا فيه. انا خايفه قوي بجد، انا مرعوبه من اللي جاي. من فضلك يا نبيله بجد، تدخلك بقى مش عاجبني خالص. انت كده هتضطريني ان انا هضطرك ايه؟ تمشيني؟ مش همشي، مش همشي عشان خاطر البنات الغلابة اللي بره دول. حتى لو وصل الأمر إن أقف قصادك. أنتِ جننتي؟ لا، بحبك وبحب البيت ده وبحب البنات وبحب كمال بيها الله يرحمه. صدقيني والله العظيم أنا خايفة عليكي قوي وخايفة على البيت ده قوي. آه والله. دليلة ماتت في عز الشباب، دي كانت قمر. ما تقوليش كده جمانة، دي أمانة وربنا بيستردها. كنت فاكراك زعلان عليها أكتر من كده. لا أنا لا بزعل ولا بفرح. كنت حاسة إنه في لينك لطيف بينكم. أنا ما فيش لينك بيني وبين أي حد، ولا حتى جسر مودة. أنا كده كويس قوي. أنت عارف إنه بهاء باشا جاي؟ اه عارف. وعارف انه سامي هيقابله؟ عارف طبعا. انا ابتديت اخاف منك، اوعى تكون ناوي تبيعني. بصي انا لا ببيع ولا بشتري، انا بتفرج وبس. طب خد بالك عشان سامي داخل دخله كبيره شويه.